موجز لأهم الأخبار من نبأ، أهلا بكم. قالت لجنة إدارة الأزمة بنغازي إن قضية جنفودة وحصار العائلات فيها تعد فضيحة سياسية حسب وصفهم. لجنة الأزمة بنغازي أكدت في بيان لها أن ما يجري في بنغازي منذ 3 سنوات من قبل حفتر هي جرائم حرب، محملة المسؤولية للحكومة المقترحة وكل أجسام الاتفاق السياسي. وطالبت اللجنة الهيئات الحقوقية ونقابة المحاميين بالإسراع في تقديم المسؤولين على جرائم بنغازي وجنفودة لمحكمة الجنايات الدولية، كما طالبت كل البلديات والأعيان والحكماء أن يكون لهما موقف واضح جراء ما يجري لإخوانهم في جنفودة من قتل المدنيين والأسر العالقة هناك. أكد المجلس العسكري مصراتة دعمه الكامل لاستقرار ليبيا وإلى كل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية واستتباب الأمن في كافة ربوع ليبيا. ورفض المجلس في بيان له محاولات الفتنة وجر المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس إلى حرب الهدف منها الاستيلاء على السلطة حسب البيان. كما أكد عسكري مصراتة تمسكه بثورة 17 من فبراير وتحقيق أهدافها، وأثنى البيان على الانتصار الذي تحقق بفضل الله عز وجل وأبطال البنيان المرصوص على تنظيم الدولة. أشادت الأمم المتحدة بالانتصار الذي حققته قوات البنيان المرصوص في مدينة سرت، وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن هذا الانتصار يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحرير ليبيا من ما وصف بالإرهاب. وحث رئيس البعثة الأممية مارتن كوبلر المجلس الرئاسي المقترح على تقديم خطة لإدارة سرت وأمنها وتحقيق الاستقرار فيها. وناشد كوبلر الليبيين أن ينتهزوا هذه الفرصة لتعزيز المصالحة الوطنية والدفع قدما نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.